الو 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 شخبارك؟ صافا الحمد لله. ايتوا كلشي بخير؟ مرحبا. بغيتي تعيطي الامين امين الخطيب خطيبك فريمون عادي عادي لي انت ربع سنين ونص وانتم مصاحبين وعام باش تخطبتوا والسيمانه هذه القضيه تبلوكيتي بلوكاك بلوكاني دو تو علاش؟ كان خاصر له واحد التليفون ياك كان جابوا لي نصيبوا عن السيد واحد السيد خدام معنا كيعرف شي واحد جاب لي هذاك التليفون ابارامون ديتو السيد قال لي لا غادي تطيب بواحد المونطون اللي طالع شي شويه فاش قلتها ليه قال لي نو سي بون بلا ما تصايبيه درتو باغازا في الشارجور هو يسحل ما تصايب ما حتى شي حاجه غير لافيشور ديالو اللي كانت مضروبه ابارامون غير درتو في الشارجور وشعل هذا التليفون القديم ديالو هو اكزاكتومون مي بار كيوريوزيتي فريمون راك عارف حنايا البنات دوش يا غير شارجيتو وشعل التليفون بوحدو لا بار كود مشيتي درتي في لاشارج باش تشوفي اش كاين فيه هادشي اللي وقع ودخلتي الفيسبوك ديال امين ياك اكزاكتومون شنو لقيتي؟ الفيسبوك ديال امين بيان سور شي حوايج لقيتهم ما عجبونيش مي انا بطبعي كنصبر انا كندوز وتنصبر ويعني 4 اون انا فريمون يعني كما كنت كنبغي هذاك السيد ما غاديش نصبر معاه غادي نبدا نبكي شنو المشكل دابا هو ما عجبوش شحال انك انت دخلتي الفيسبوك ديالو دابا انا وانك قلبتي التليفون ديالو هادي دوزها قال لي انا التليفون كان عندك شوفي شحال ديال الوقت ما عرفتش زعما شحال ديال لا بيريود يعني شنو كنتي اصلا انت كديري بيه الوغ كنتي دايره بيه اون بيس ولا كنتي كدوي معاه شي حاجه ولا قلت لي امين واش زعما تو سي شنو كتقول ولا لا يعني انا 4 اون يعني شحال من حاجه اللي ضحيت بيها وزيد وزيد وغادي انا غادي ندير بيس وغادي قلت لي ما غير كتخرج باش تحيتي بزاف ديال الحوايج يعني بقيت معاه نانسي زعما كانوا طراو شي حوايج اللي ما لما ما غاديش نبغي انا ندوي عليهم يعني بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الحوايج انني انت يا امي ما بغيتي معاه حيت كنتي باغي تبقاي معاه هادشي اللي كاين واخا نعيطوا لامين دابا امين شحال السمانه باش السمانه باش العلاقه راه بركه صافي فهمنا صافي الله يجعل البركه صافي ياك ما درتي الطياره مسكين تو بالهضره قوت الهضره ياك ما تو عيا طيبت ليه راسو بالهضره طيبت ليه راسو بالهضره امين وي السلام عليكم اخويا اخبارك بخير صحه لاباس طبعا الحمد لله معك مومو عرفتيني اييه راك معنا في الكونتاكت كاين واحد السيده اللي معيطه انا باش نعيطوا ليك وانت راك عندك الحق عرفتك عارف شوف شوف اخويا امين مرحبا يا اخويا امين اطيبات لي ودني قبل ما نعيطوا عليك اخويا اصبر اصبر دوز عليك مرحبا مرحبا يا اخويا ومين ما هضري مع امين الو الو اليوم ما عيطت لك دوفون تو الموند دوفون لو ماروك كامل باش نقول لك ديزولي على هذاك الشيء اللي طرا ديرنييرمون فريمون ما كنتش قاصده تو سي كو جو تيم جو تي ايمي جو تيم اي جو تيمري بيان سور جو فيري تو بور تو غاردي اوبري دو موا فريمون جو سي كو تو تي دو ما فوت Mais je veux vraiment pas te perdre. Tu es mon monde, ma raison d'être, tu sais tout. Je sais que je suis jalouse, mais bon, je suis désolée. Ou quand tu m'as appelé notre chance devant tout le monde. Et voilà, je t'aime et je t'aimerai. Lara Fabio. Mon monde. Dama Khoya. La Valandek. لا كذا خويا لا لا المسامحة إن الله غفور رحيم إن شاء الله مرة شكرا بزاف أمين لا هذاك مو ثاني ديبلوكي الله يرحم باك لما ديبلوكي لا واخا تو دو سويت حسين السلام عليكم مو كي داير لاباس عليك الحمد لله وانت بخير صحه لاباس مرحبا حسين صافي كيشنا اخويا مو شكرا على البرنامج اللي كدير بزاف عادي اخويا حسين انا عيطو لمريم الاكس ديالك هي متطلقه وعندها وليد وهي بنت خالك هي طلقات هذه واحد المده ديال 6 شهور هي كان عندها مشاكل مع راجلها بزاف كنت عندنا للدار بحال هكا والاخر وانا ديجا كنت من قبل كنبغيها قبل ما تتزوج اصلا قبل ما تتزوج يعني تزوجت وبقيتي كتبغيها اه يا
زوجات يعني انت نهار اللي سقتي اخبار الطلاق فرحت ياك؟ فرحت مزيان. دابا طلقات واللي وقع بيناتكم انه كنتو كتهضروا وقلتي لها انت باش تخلي الولد اللي والده مع السي اللي كانت ماشي تخليه في مره ولا شي حاجه. انا ما قصدتش هكاك، انا قصدت لان شفت الراجل اللي طلقت منه ديما كنشوفها هي وياه في الكوميساريات ما كيفرقهاش، ديما دايره المشاكل مع دارهم. انا هادشي باش انا قلت لها اقترحت عليها تخلي الا كان هذا المشكل كامل يبقى تابع على ولدها ويدير لها يا حر عليها، لان باقا صغيره 31 عامره ماشي كبيره. قلتي لها الهضره ديال زعما تخلي لي الولد من ناحيه ديال الحل. اييه ديال الحل، لان ما يمكنش ممكنش تقول الام تخلي الولد. اييه ما يمكنش، هي انا قلت لك هي ما يمكنش، واخا كيف بقات تبحال ديرها في قلبها من جهتي معلوم. حتى هضره ما كتقالش، حيت كاين في الحياه هضره اللي كتقال وكاين هضره اللي ما كتقالش. اييه واخا سيدي، نعيطوا لمريم يكون خير ان شاء الله. شرط واحد اللي كاين خصها تقبل تهضر معاك. واخا واخا ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام مريم، شخبارك لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. شكون معايا؟ مرحبا لاله، معك مومو، عرفتيني؟ مومو؟ اه وي مرحبا. راك معنا في الكونتاكت مريم، كاين واحد السيد اللي معي عطنا ولا عطانا النيميرو التليفون ديالك باش نعيطوا لك، باغي يهضر معك قدام الجميع، قدام ملايين المستمعين والمستمعات اذاعات ايت راديو. واش ندوزو اللي يقولوا ما تعرفيش شكون ولا نقول لك شكون عاد تعزيز وتهضري معاه؟ اه قول لي شكون. حسين. شنو؟ الحسين. لا 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 نارين. لا 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 ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى مشكل. شكرا الله يعاونك، يسر الامور. لا السلام عليكم. السلام. اش درتي لها؟ خويا مومو ما درت لها والو. وا 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 سمعت الحوسي. لا 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 صافي اخويا جمعوا طوي، ما تقولها شي حاجه. وكنبغيها بزاف، وانا غير الخوف اللي كنخاف عليها والاخر هو اللي خلاني نقول شي حاجه. ما انا قلت لك اخويا الواحد يدور لسانه مزيان، دابا درتي اللي عليك، جربتي الماكسيموم، الله يدير لي فيها الخير اخويا. الله يدير لي فيها الخير. امين. شكرا خويا مومو، شكرا على البرنامج اللي كدير. وردي ما تبعين داك اللي شي 3 سنين ولا 4 سنين انا متبعك. مرحبا حبيبي، مرحبا الغزال، مرحبا. شكرا خويا حسين. شكرا حسين. بزاف اخويا مومو، شكرا بزاف. مرحبا، ديروا معنا الكونتاكت، نعيطوا معكم على ما بغيتوا. 05 30 300 300 05 30 300 300.